زاد السؤال اللي سالته ما جاوبتش عليه. انا ناجحه، انا جيت في وسط عائلي متفهم، ما لقيتش لي بروبليم اللي يحكيوا زملائي ساعات تقول لك ناضلوا ضحاوا وعائلتهم مدرا شنو، خاطر انا لقيت ماما تهز لي البرامج الاطفال ومعناتها الحكايه هذيا ما لقيتش الصعوبات هذه في دارنا وفي عقليه العائله زاد اللي نعيش فيها. لكن كي عرست كانت تنجم تتبدل، اختياري العادل مش هكاك، راه الكوبل ينجح باش انا قعدت ناجحه، خاطر انا زاده الاختيار انه هو يفهم خدمتي والنسق اللي انا نخدم فيه تواصل. هذيك علاش نجحت العلاقه بيناتنا، سواء كان بعلاقتي بدارنا ولا بخدمتي ولا انا، ما لاحظتش انا ما تبدلتش في حياتي بعد العرس. يعني انا كوثر اللي قبل العرس هي كوثر اللي بعد العرس، علاقتي باصحابي كيف كيف، الاولاد الكل خواتي، البنات الكل كيف كيف، علاقتي كما هي معناتها انا ما تغيرتش. هذايا الفضل فيه لشكون؟ للراجل كي يكون متفهم، قد ما يكون الراجل عنده ثقه في مرته ومتفهم ومخليها اصحاب ماهيش اصحاب، دونك بيان سور فما احترام في حاجات اللي انت معناتها كي تعرس تبدل. هذيك هو اللي يخلي الكوبل ينجح حتى كان هما فرد خدمه. مع انا طبيعتي انا هو مخليته العالم نتاعو وحده، عمري بالعمر ما نتدخل فيه، بالرغم اللي الجو نتاع الفنانين المغنيين المطربين العازفين معناتها جو نقولوا فيه برشا مغري شويه، معناتها سهريات ورا سهريات ورا سهريات في الليل. معناتها كان كوثر ما تبداش عندك ثقه في راجلك، يمكن واحد يهبل ثقه في روحك كامرة وثقه معناتها في راجلك، تعرف اللي هو بالحق خارج يخدم باش يروح، اما خاطر كان باش تقعد تهروس كل ليله واحد باش يهبل معناتها ما عادش عيشه تولي. ولا انا غلط؟ بيان سور اذا كان هو باش يخرج يخدم باش يخرج العشرة نتاع الليل، فما ساعة ساعات نجم نخرج ماضي ساعتين ماضي ثلاثة ساعات بالطبيعة بالدار، نخرج ساعتين ماضي ثلاثة بالطبيعة. أول حاجة كما قلت يعني الثقة، وثاني حاجة أنا نعرف حدود، فما حاجات اللي فهم حدود اللي هي كوثر. أول حاجة ساعة نحب نشكرها عبارة تكريم وتو نجم نقولوا، لأنها كوثر تعرف كيفاش تتصرف. خاطر تنجم مثلا تجي حكايه تجي تقلقيله تجي فلان معنا احنا موجوده هذيك، لا موجوده في بالكش. كوثر مسكره الباب هذاك بالكل، لا تسمع ولا فلان قال ولا تحب الحكايه هذوما الزايدين، خاطر هذوما هو كيفاش تجي المشاكل كي تمد وذنك. وكوثر يعطيها الصحه، جامي 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 نشوف القلق منها. شو هو كوبل فنانين ولا مش فنانين، معناها الزوز عايشين مع بعضهم، اذا فما نصيحه للنساء اذا كان نعتبر نجم نعطي نصيحه، المراه اذا كان هي تخلي العالم نتاعها في الدار وحده والخدمه وحدها، وما تبداش معناتها الشكوك نتاع الو انت وين مشيت، قاعد مع اصحابك اش تعمل، شكون اصحابك، اك السؤالات الزايده. صور لي حط سكايب ما تعملوش هكاك، حط سكايب صدقني. لا عمري انا تعرف كيفاش انا ديما تليفوناتي بلاش كاميرا.